السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نقدم لكم اللحم البقري معسل بالبصلة والقوق. بقاو معايا تشوفوا المقادير وكيفية التحضير وشكرا. كيلو ونص ديال اللحم درت فيه 3 فصوص ديال الثومة محكوكين، الملحة على حسب الذوق، معلقة ديال سكنجبير، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، نص معلقة ديال القرفة، نص كاس ديال الماء صغير، عناصر كاملة مزيان، نديرو فيه اللحم، مزيان اللي قام يشرب القامة ديالو، نخليه جانبا. دابا نوجدو الطاجين ديالنا ان شاء الله. الطاجين ديالنا نقطعو بصلة شرائح نحطها هكذا، شويه يكون غليظة البصلة باش تهز على اللحم، غندير نص كمية لتحت ونص كمية الفوق، غنزيد نص بصلة، ركزوا على الوسط على حساب النار، نجيبوا اللحم ديالنا الطرفة ديال اللحم نستفو، العطرية الاخرى هذه تنديروهم الفوق نخليوها حتى نديرو البصلة، عاد نديرو هاد العطرية اللي بقات لينا، نحاولوا نرقوها ما نديروهاش بحال لتحت، نديروها شويه رقيقه، نديروها فوق اللحم، نحاولو نستفوه فوق اللحم، نزيد واحد النص، درت بصلة ونص لتحت ديال اللحم وعاودت بصلة ونص من الفوق، دابا نجيبو البرقوق نستفوه حتى هو فوق البصلة، نديرو العطرية قبل البرقوق، نسقيو بها البصلة، نستفو البرقوق من الفوق، نعقد شوية، هذا صغير برقوق، لا عندكم المشمش لا عندكم اي حاجه الشريحه زيدوها حتى هي تجي مزيانه. دابا نديرو 4 كاس ديال الزيت، دابا نغلقو الطاجين يطيب ان شاء الله، نغلقوه بالميكا مزيان، دابا نقطع غلفنا مزيان، دابا نسدو على الطاجين حتى يطيب، غلقنا الطاجين ديالنا بالسلوفة مزيان ما باش ما نبقاش نحلوه كل مره، غنعطيوه مده ديال ساعه ونص على بوطه مهيله ونغلقوه بالاحكام، وان شاء الله نتلاقاو مع شي ساعه ونص نتلاقاو ان شاء الله نشوف الطاجين ديالنا كيولى. الطاجين النهائي راح يتلو
بلاستيك قبيله، ها هو كنشف. انا نزينه بشويه اللوز، اي حاجه عندكم، اللوز، الجلان، بيض مسلوق، اي حاجه اختياري تزين. نتمنى يعجبكم، ما تنساوش تخطو على زر لايك واشتركوا في القناه، وشكرا.